أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والجزء الثاني من درس الميرورز، هنبدأ ندرس مع بعض السيفريكال ميرورز أو المرايا اللي بتيجي من السفير أو الكرة. السيفريكال ميرورز، it is a mirror that its reflecting surface is a part of hollow sphere. هي مراية الرفلكتنج سيرفاس بتاعها هو جزء من كرة كده، تمام. طيب ايه هي types of spherical mirrors؟ انا عندي نوعين، عندي الكونكيف والكونفكس. الكونكيف هي الرفلكتنج سيرفاس بتاعها هو الانر بارت، والكونفكس الرفلكتنج سيرفاس بتاعها هو الاوتر بارت او الجزء الخارجي اللي بره. طيب كلام جميل جدا. طب لو انا عايزه اقارن ما بين الاثنين، اول حاجه انا عندي الكونكيف ميرور، it is a mirror whose reflecting surface سطحها العاكس is a part of the inner surface of its sphere. يبقى السطح العاكس بتاعها هو السطح الداخلي بتاع الكره. المرايه دي كانها جزء من كره، بتكون مقوسه كده، والreflecting surface بتاعها هو زي ما تكون معلقه كده من قلب المعلقه، يبقى هو السطح الداخلي بتاعها من جوه. علشان كده بنظل الجزء الخارجي اللي من بره، عشان ده مش اللي ايه، مش اللي هيعكس الضوء. It is called converging mirror، بتسمى مرايا مجمعه. ليه بيجي لي السؤال ده؟ في give reason because it collects the parallel light rays، لانها بتجمع الاشعه المتوازيه that falls on its surface اللي بتسقط عليها. يعني لو شكل الموف ده قدامي، ده عباره عن concave mirror، المراية اللي هي الكونكيف، تمام كده، وسقط عليها parallel light rays، هيحصل لها reflection، هتنعكس وهتبدأ تتجمع في نقطة. يبقى زي كده انا بدأت اشرح الكونكيف ميرور. مالها الكونكيف ميرور؟ هي reflecting mirror، السيرفاس بتاعها هو الانر بارت من السفير. converging او بتعمل collect للparallel light rays that falls on its surface. طيب الكونفكس، قال لي it is the mirror، هي المراية whose reflecting surface is a part of outer surface of its sphere. الreflecting surface بتاعها هو السطح الايه، الخارجي، عشان كده بنظلل السطح الداخلي بتاعها. It's called diverging mirror. ليه؟ يعني ايه diverging؟ يعني بتفرق. Because it diverges the parallel light rays that falls on its surface. لما بيسقط عليها أشعة متوازية بالشكل ده، بتقوم مفرقاه، تمام؟ عشان كده بنسميها diverging mirror. يبقى ده الفرق ما بين الاتنين. ومن الأسئلة اللي كتير بتيجي مقارنة، المقارنة ما بين الكونكيف والكونفكس mirror. طيب خلونا ناخد مع بعض بعض الكونسبتس وبعض المفاهيم المتعلقة بالسفيريكال ميرورز. أول حاجة center of mirror curvatures، ورمزها سي، جاي من كلمة center بخط الحرف بتاعها سي. يعني ايه؟ قال لي هو center of the sphere، هو مركز الكرة، that the mirror is considered a part of diagram. يبقى هو center اللي المراية بتعتبر جزء منه. لو دي الكونفكس او كانت حتى كونكيف ميرور، هي جزء من كرة، جزء من سفير. مش الكرة دي ليها مركز؟ السنتر دوت هو السنتر اوف ذا ميرور كيرفتشر. طيب هناخد بعد كده المصطلح التاني، بول اوف ذا ميرور، ورمزه بي. هو ايه البول ده؟ البول هو النقطة اللي في نص الريفليكتنج سيرفس، تمام كده. يبقى it is the point، هو نقطة، that it is in the middle of the reflecting surface of the mirror. يبقى أنا لو عندي كده أدي سطح المراية، هقوم حاطة في النص كده نقطة، هي دي البول بتاعت الميرور، سواء كانت concave أو كانت convex. طيب النقطة اللي بعد كده radius of the mirror curvature، إيه هو نص القطر؟ هو radius of the sphere that the mirror is a part of it. هو سواء كانت المراية كونكيف او كونفكس ميرور، في هي جزء من كرة، الكرة دي ليها radius، الradius دوت هو radius of the mirror، ورمزه r small، تمام. ادي الكونكيف ميرور، يبقى ادي ال r اهي، سواء كانت ديت او ديت، وادي الكونفكس ميرور سطحها العاكس اللي بره،
ال r هو نص القطر او ال radius زي ما بناخدها في الماس بالظبط. ال principal axis of the mirror او المحور الاساسي او الرئيسي للمراية هو عبارة عن ايه؟ قال لي مش المراية دي جزء من كرة؟ بالظبط. يبقى قال لي هو ال straight line هو الخط المستقيم that passing by the pool of the mirror هو اللي بيمر بالبول القطب and the center of the curvature. يبقى أنا لو جيت كده عملت خط مستقيم بيمر بالسنتر بيمر بالبول يبقى ده كده ال principal axis. عشان كده كل مراية ليها principal axis واحد بس، تمام؟ يبقى it is a straight line that passes by the pool of the mirror and the center of the curvature. طب secondary axis قال لي secondary بقى it is a straight line that passing by the center of the mirror، تمام كده، and any point of the surface except the pool. هو الخط المستقيم اللي هيمر بالسنتر وهيمر بالميرور في أي نقطة بس ما عدا البول بتاعه. يبقى ده الفرق ما بين الاثنين. عفوا. طيب هناخد بعد كده الفوكس of the mirror ورمزه F. ايه الفوكس ده؟ قال لي it is the point of the collection هي نقطة تجمع of the parallel rays الأشعة الساقطة which are parallel to the principal axis after being reflecting of the mirror. معناه ايه الكلام ده؟ تعالوا نبص الصورة اللي على اليمين كده. لو انا عندي دي concave mirror وسقط عليها أشعة اهي ال incident light rays كلها parallel to the principal axis، طب هي بتعمل ايه؟ بتجمع الأشعة، بتعمل لها collect، بتجمعها في نقطة، النقطة اللي اتجمعت بيها دي اسمها الفوكس. طيب ما انا عندي نوعين، انا عندي كونكيف وكونفكس. تعال نشوف الكونكيف الاول. في الكونكيف بتتجمع اهي النقطه اتجمعت في الفوكس. طب ما هي الكونفكس بتفرق الاشعه، لما تفرق الاشعه واعمل الاكستنشن بتاعها كده جوه المرايه ده حاجه افتراضيه، فكانها اتجمعت في نقطه. النقطه اللي اتجمعت فيها دي هتبقى فيرتشوال فوكس، نقطه افتراضيه او خياليه، فوكس يعني افتراضي او خيالي. لكن الريال فوكس اللي هو التجمع اللي بيحصل حقيقي اللي في الكونكيف ميرور. يبقى ده فرق ما بين الكونكيف والكونفكس. نقول تاني الفرق، او نقول الاول هنتكلم بشكل عام الاول. الفوكس هو ايه؟ النقطه اللي بتتجمع فيها الاشعه. It is the point of the collection of parallel rays، تمام كده، which are parallel to the principal axis after being reflected، لما بتنعكس. طيب في الكونكيف هي اصلا بتجمع، يبقى النقطه اللي اتجمعت فيها دي هي الفوكس، ريال فوكس، دي نقطه حقيقيه. طب في الكونفكس دي بتفرق. قال لي طب اعملي امتداداتها كده جوه المرايه، النقطه اللي بتتجمع فيها الامتدادات دي هي دي الفيرتشوال فوكس. طيب ننتقل للنقطه اللي بعد كده والمفهوم اللي بعد كده، حاجه اسمها فوكال لينس اوف ذا ميرور او الطول. الفوكال لينس دوت هو البعد البؤري. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي هو distance between، هو المسافة ما بين الفوكس النقطة اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية بتاع التجمع والأشعة and the pool. يعني لو انا رسمة المراية كده وقلت ديت البول ودي الفوكس ودي السنتر، المسافة ما بين الفوكس والبول هي دي ال f small اللي هي الفوكال لينس. طيب ولو كانت المراية دي concave ودي البول بتاعها، تمام كده، حلو الكلام، يبقى المسافة ما بينها وما بين البول، ما بين الاف وما بين البول، يبقى دي اسمها فوكال لينس برضو. جميل. طيب عندي مفهومين محتاجة فرق ما بينهم. المرايا هتعمل لي نوع ايمج او نوع صورة من نوعين، اما تكون ريال ايمج او فيرتشوال ايمج. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الريال ايمج صورة حقيقية that can be received on a screen، اقدر استقبلها على مراية، على 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 سطح او على حائل. الصورة اللي هتطلع دي انا اقدر استقبلها على حاجة. طب في الفيرشوال it is the image that can't be received on a screen، صورة مش هقدر استقبلها على اي شيء. وده الفرق ما بين المفاهيم اللي متعلقة بالمرايا. المرة الجاية هنكمل بقى ازاي الصورة بتتكون في الكونكيف ميرور والكونفكس ميرور. شكرا ليكم، ذاكروا كويس، احفظوا كويس اول المفاهيم وفرقوا ما بينها علشان بيها هيبني الدرس والجزء اللي بعد كده. تحياتي ليكم.